بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة المحترم، السيد والي بنك المغرب، السيدات والسادة الوزراء، السيدة رئيسة صندوق النقد الدولي، السيد رئيس البنك العالمي، أيها الضيوف الكرام، أود في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي البالغة وأنا أجدد لكم الترحاب في مدينة مراكش، ولو أن هذه المدينة لا يحتاج فيها المرء إلى الترحيب، لأن مراكش مدينتنا جميعا، مدينة عالمية، كل من يطأ أرضها يحس أنه في بيته. ولا شك أننا سنفتخر جميعا بما ستسفر عنه أشغالنا طوال هذا الأسبوع من قرارات ومن تقدم في مقاربة الإشكالات المطروحة، وسنتذكر ذلك في المستقبل مقرونا بكلمة مراكش، تماما كما يتذكر التاريخ صفحات كتبتها مراكش قبل ما يناهز عن 10 قرون، وكان لها بالغ الأثر على مصير للمغرب فقط بل على كل المحيط القريب والبعيد. ما يدفعني لتخصيص بعض اللحظات للحديث عن مراكش، لأن الموضوع الذي تم اقتراحه علي في هذه الجلسة، المغرب تاريخ مستمر من الإصلاحات، لديه علاقة وطيدة بالحضور التاريخي لمراكش كعنوان لتطور الدولة المغربية عبر القرون. كما أنه حينما أقول أن هناك تصور للدولة، أقصد طبعا أن هذا التصور ينبع من احتياجات اليوم، ولكن كذلك من إرث غني، لأن هناك جذورا تاريخية، هناك معطى مؤسسات عريق، هناك مسار تاريخي كان فيه المغرب ولا زال عنصرا حاضرا فاعلا ومتفاعلا مؤثرا ومتأثرا، والمؤكد أنه ساهم بشكل وثيق في بناء مشترك لصفحات مشرقة حددت مسار الفضاء المتوسط الأورو أفريقي. طبعا لسنا في ندوة تاريخية، ولكن قد يكون مفيدا أن نلقي نظرة عابرة على بعض الدلالات التاريخية والمؤسساتية وكيف ساهمت في صنع هوية الدولة المغربية، هي بمثابة الثوابت مقابل المتغيرات الظرفية التي عادة ما تكون موضوع إصلاحات. فمدينة مراكش أسسها يوسف بن تاشفين في منتصف الطريق بين الأندلس والصحراء، كانت بمثابة صلة وصل بين الفضاء الإيبيري والمتوسط والإفريقي. لذلك فحين نقول اليوم إن المغرب الحالي يعمل على أن يكون جسرا نحو إفريقيا، فلأنه سبق ولعب هذا الدور على مدى قرون في المبادلات التجارية والإنسانية عبر محطة مراكش. لقد ساهمت مراكش في إنتاج معطى حضاري مشترك في هذا الفضاء الجغرافي، فجامع الخيرالدة في إشبيليا بإسبانيا وجامع الكتبية بمراكش بناهما نفس المهندس يعيش المالقي في القرن 12 من الزمن. ثم حينما توفي ابن رشد في مراكش تم نقل جثمانه ليدفن في قرطبة بالأندلس، وهذا لديه رمزية كبيرة جدا، لأنه يعكس الإرث المشترك بين ضفتي البحر المتوسط وبين المغرب وشبه الجزيرة. لدينا روابط قوية مشتركة ضاربة في التاريخ، ولدينا حاضر ومستقبل مشترك، وتنظيمنا المشترك لكأس العالم سنة 2030 مجرد عنوان من العناوين التي جمعتنا في الماضي وسوف تجمعنا في المستقبل.
أيها السيدات والسادة، كما كان الحضور في الماضي البعيد، فإن حضور المغرب اليوم يجسده المسار المتسارع للتحولات التي عرفها طوال 25 سنة الأخيرة، خاصة منذ بداية حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه التحولات تنبني على مشروع ملكي شامل يسعى لتحديث المملكة على مختلف الأصعدة، مشروع يستلهم الجذور ويستوعب العصر، يقوم على ثنائية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرضية ديمقراطية، حيث إنه لا يمكن أن تتحقق الواحدة دون الأخرى. لقد قاد جلالة الملك مسارا تحديثيا متدرجا برؤية متبصرة وحكيمة على مدى أزيد من عقدين من الزمن، تحققت فيه لبنات متتالية همت كافة المجالات، وحققت تراكما مكن المغرب من امتلاك مناعة وقوة أهلته لمواجهة مختلف الأزمات المحلية أو العالمية، ومواصلة البناء بثبات في إطار الاستقرار والانفتاح. فقد تمكنت بلادنا منذ نهاية القرن الماضي من وضع أسس نموذج تنموي متفرد يزاوج بين الإرادية والواقعية، نموذج برؤية واضحة ينبني على ثلاثة أعمدة رئيسية ومتداخلة: ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسسي لبلادنا، ثانيا وضع استراتيجيات تنموية يتداخل فيها القطاع بالبنى التحتية والمشاريع المهيكلة وتنويع الأنشطة وتطويرها وعصرنتها، ثالثا بناء الإنسان من خلال تصور للتنمية البشرية والمستدامة يتداخل فيها الاجتماعي بدعم الكفاءة والتأهيل والقدرة على المبادرة والإبداع وخلق الثروة. كل هذا جنبا إلى جنب مع ضمان الأمن الروحي والتفتح والانفتاح على العالم في تناغم مع مكونات الهوية الوطنية والشخصية المغربية الأصيلة ذات الروافد المتعددة والآفاق الواسعة. وفي إطار هذه الدينامية بلغت كل المراحل مراحل النضج لتستنتج إبراز علامات تهم الميدان الاجتماعي. ومن أكبر هذه العلامات أو علامات هذه المرحلة الجديدة نهاية مفهوم معين للدور الاجتماعي للدولة، وبداية مفهوم جديد في إطار سيرورة استراتيجية هي جزء من استقرار المنح التطوري العام للبلاد. ولقد أبى صاحب الجلالة صانع هذه الاستراتيجية والحريص على تتبعها وإنجازها إلا أن يعلن انطلاق تجسيد هذه القفزة الكبرى من خلال إطلاق ورش اجتماعي ثوري يتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنين للمرة الأولى في تاريخ المغرب. حضرات السيدات والسادة، إن هذين المسارين المتوازيين للاقتصاد والاجتماعي ما كان لهما أن يبلغ الأهداف المسطرة لولا ارتكازهما على أرضية ديمقراطية ثابتة لا رجعة فيها. فعلى طول هذه المرحلة تم التركيز على دعائم التحول الديمقراطي ممثلة في طي صفحة إرث انتهاكات حقوق الإنسان عبر تجربة رائدة في إنصاف الضحايا عبر هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي فتحت أجواء الثقة في العهد الجديد. المفهوم الجديد للسلطة الذي نجح في تحويل أجهزة السلطة إلى آلية حديثة للتدبير وتسيير التنمية. واليوم نحن نستعد لثاني تعديل لمدونة الأسرة قصد إحقاق المزيد من الحقوق للمرأة المغربية. وعلى مستوى دعم الاستقرار
في زمن تشوبه الصراعات الإيديولوجية، عمل المغرب على سن سياسة روحية تهدف إلى تقويض منطلقات التطرف الديني والعنف المتولد عنه، فضلا عن مساهمته الرائدة في محاربة الإرهاب عبر خبرة مشهود بطابعها الطليعي في عبر العالم. إن كل هذه المستويات أبانت أن الاستراتيجية التي تم اعتمادها في إطار مشروع ملك يقوده جلالة الملك حفظه الله قد أتت أكلها، حتى تحقق انتقال فعلي للمغرب نحو الانخراط أكثر قوة وبراغماتية في النسيج العالمي. وعموما فالمغرب كما كان دائما فاعلا إيجابيا في منطقة حساسة من العالم، لديه ما يكفي من المقومات والمؤهلات للاستمرار في دور البناء، خاصة في الظرفية الصعبة التي أصبحت تعيشها منطقة الصحراء والساحل وانعكاساتها الخطيرة على ضفتي البحر المتوسط. وأختم كلمتي هذه بالشكر والامتنان لكل من الصندوق النقدي الدولي والبنك العالمي ولمختلف شركائنا الماليين الذين رافقونا طوال هذه المسيرة بالدعم والمساندة. شكرا على إصغائكم.